الخسارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول، المنطلقة الخوارة لمحمد بن سعيد بن بشان العجمي من تأتي على صدارة، وعلى المركز الأول منصورة سالم بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث والمنطلقة مياس محمد بن خليفة بن أحمد الرميثي، وهناك الوصول من الرياضية حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة من تأتينا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تأتينا هنا نهر الذهب سعيد بن بطي بن محمد الزعبي من تأتينا على المركز الخامس. المركز السادس القادمة هنا الظبي للسيد مسفر بن علي بن مسفر بن سفران المري من يأتينا على هذا، مسفر بن سفران المري من يأتينا على المركز السادس. وفي المركز السابع وصلت غادة القادمة على المركز السابع سعيد بن صالح بالحول المري، هنا من يأتينا بهذا الانطلاق والتحدي. وصل أيضا هنا من يأتينا بهذا الانطلاق مع غادة، هنا أجرى نقل الاتصالات القطري واصل مع غادة بهذا الانطلاق. المركز السابع المركز السابع والمنطلقة جبارة زايد بن محمد بن زايد المنصوري، وفي المركز هنا الوصول أيضا من سلهودة ثامنا لسعيد بن نابت بن خيلة العامري. وفي المركز التاسع المركز التاسع لبوة راشد بن خميس رغويس السويدي من تأتينا تاسعا، وفي المركز العاشر المنطلقة هنا مطفية عامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي من ينطلق مع مطفية على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ونعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على صدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط مياسة لمحمد بن خليفة بن أحمد الرميثي على صدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. في هذا الانطلاق هو التحدي هو الإثارة، هو سلام بن خيلة مع سلهودة سلهودة سعيد بن نابت بن خيلة العامري من ينطلق بهذا الأداء الجميل. هناك الوصول والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام من مطفية عامر بن عبد الله بن محروم المحرمي، والوصول أيضا من شعار مزايد من الجانب الآخر زايد بن محمد زايد المنصوري مع جبارة من تنطلق في هذه اللحظات هنا على المركز الرابع. المركز الخامس المركز الخامس تأتينا مختارة أحمد بن خزع بن الهرقي العامري، وهنا أيضا الزعبي من يأتينا بهذه الانطلاقة نهر الذهب سعيد بن بطي بن محمد الزعبي من يأتينا مع نهر الذهب على المركز السادس. وفي المركز السابع المركز السابع والمنطلقة هنا الجزيرة علي بن مانع بن دواس العجمي مع أيضا الجزيرة على سابع المراكز. وفي المركز الثامن المركز الثامن عالية عالية عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي، وهنا غادة لسعيد بن صالح بن حول المري أيضا قادمة بكل قوة بهذه اللحظات. هنا على المركز التاسع عاشر المراكز لبوة راشد بن خميس لغويس السويدي مع لبوة في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. يا سلام وشعارات أيضا تتواجد خلف المراكز الخمسة العشرة الأولى في الانطلاق والتحدي، ولكن سلهودة من غيرت سلهودة من غيرت على الصدارة على المقدمة على المركز الأول سعيد بن نابت بن خيلة العامري، ولكن الله 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 بن محروم عامر بن عبد الله بن محروم المحرمي مع مطفية من انتزع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وسلام بدأت التحديات مبكرا بدأت التحديات مبكرا. هناك أيضا أحمد بن خزع بن الهرقي العامري على المركز الثالث، وفي المركز الرابع نهر الذهب نهر الذهب هنا لسعيد بن بطل محمد الزعبي، وهناك بن خصيبة أيضا قادم في هذه اللحظات. يا سلام الله، وهناك تدخل من الجانب الآخر تدخل جميل عندك يا أيضا هنا قائد الهجانة يتدخل في هذه اللحظات هنا، وينطلق مع ملوح راشد بن علي بن خليفة الرميثي بل ينطلق بهذا الأداء. الله 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 الله، اختلط الحابل بالنور
قبل ووصلت هنا. عادت عادت غادة 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 عادت لصلب المنافسة لسعيد بن صالح بالحول المري أيضا عادت إلى صلب المنافسة. يا سلام، ولكن بعود بعود مع الكي هناك 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 إلى الصدارة المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا 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 ممطير تصفية عامر بن عبد الله بن محروم لمحرمي على الصدارة على المقدمة. ملوح في المركز الثاني راشد بن علي بن خليفة الرميسي، وفي المركز الثالث المركز الثالث القادمة هنا على ثالث المراكز هنا صفوة لسهيل بن حمد بن يطلع العامري، ولكن من خصيبة من خصيبة من ينطلق مع الشاهينية راشد بن علي بن خصيبة الظاهري من ينطلق مع الشاهينية بهذا الانطلاق. وصل بن رشيد وصل بن رشيد مع الضبية الضبية هنا مع علي بن خليفة بن رشيد السويدي بهذه اللحظات. يا سلام الله الضبية الضبية صدارة الضبية على المقدمة الضبية على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لسعيد بن خليفة لعلي بن خليفة مصطفى بن رشيد السويدي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية راشد بن علي بن خصيبة الظاهري، ولكن هنا 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 الضبية الضبية على الصدارة الضبية على المقدمة على المركز الأول العلي بن خليفة بن رشيد السويدي. سلام جميلة سلام 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 وتكرار على هذا الأداء الجميل في هذا الأداء المميز. والنقطة السادسة في هذا أو السابعة في هذا المساء هنا للسيد علي علي بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. مشكور يا أبو مانع، مشكور يا الداعم لهذا الشعار على هذه الإنجازات العديدة. المركز الثاني الشاهينية راشد بن علي بن خصيبة الظاهري. المركز الثالث من وصلت هنا مخيفة محمد بن سعود بن علي المري، وفي المركز الرابع من وصلت أيضا هنا الجزيرة عامر بن حربي بطشة العامري، وفي المركز الخامس من وصلت أيضا هنا بهذه الانطلاقة راهية محمد غصاب رعد طيرة العامري على المركز الخامس في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الانطلاق الجميل. وهنا لحظة التسلل والسرعة 52 كيلو متر في الساعة ولحظة الوصول هنا هذه اللحظات للطيب الضبية لعلي بن خليفة مصطفى بن رشيد السويدي، وسجلت توقيت زمني مقداره 7:42 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. بينما المركز الثاني شاهينية راهد بن علي بن خصيبة الظاهري ب7:43 9 من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث من أتتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام هذه اللحظات ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنها الفوز ومعلنة الناموس هنا مخيفة محمد بن سعود بن علي المري 7:47 وفاء وتماما وكمالا. ومشاهدينا الكرام تهانينا والناموس للجميع.